انا متيقن بهذا. واش نعطيكم التجربه ديالي فقط، التجربه ديالي ماشي صغيره حتى تعرفوها. انا اللي نشات مؤسسات ذاكره للتربيه، مؤسسات ذاكره للتربيه 21 سنه ديال التجربه في المدرسه، ونشانا اكثر من 450 460 المدرسه في جميع المدن واكثريه في القرى في الاحياء الشعبيه. باش كنا تنستقبلوا هاد الاطفال، تنستقبلوهم باللغات الام ديالهم. حنا عندنا في المدرسه ديالنا عندنا فقط ناس تيقرا، اطفال تيقراو 3 سنين، وهاد 3 سنين هي 6 سنين ديال المدرسه العموميه، لانه كل عامين تنديروها في عام واحد والامتحان. فانا امتحان تيدوزو باش يدوزو الشهاده باش يدخلوا الاعدادي، باش تيدوزو نفس الامتحان والحمد لله تينجحوا من بعض المرات 100%. وكثير من الاطفال عنده 3 سنين فقط ديال المدرسه، ولكن المدرسه اللي قريناهم الانفتاح والعربيه تيتقنوها، العربيه الفصحى احسن من الناس اللي تيمشيو للمدرسه ديال 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 الدوله. تنبداو بالدارجه وتنعلموهم اللغه العربيه، والسنه الثانيه تنعلموهم الفرنسيه. هاد اللغه الدارجه اللي تنتكلموا عليها احنا هي اللغه ديال الهويه ديالنا. واش العربيه الفصحى هي الهويه ديالنا؟ احنا بعض المرات تقول العربيه لغه مقدسه، لغه القران. اسيدي اللغه ماشي مقدسه، القران مقدس. ما نبقاوش نخافوا على اللغه العربيه، هادو اللي تيخافوا عليها تيكذبوا، وهادو اللي تيهضروا في الشارع تيقول لك لا والله من هذا منكر، ولادنا ماشي نعلمهم الدارجه. واش انا قلت لهم ماشي نعلمهمش اللغه العربيه؟ لا اقول هذا. واش الناس تخدموا معايا واش عيوش هو اللي صوب ذاك القاموس بالدارجه؟ لا، هادو الناس مختصين في اللسانيات، وهاد اللي مختصين هما اللي ماشي يقوموا قريبا باش ينشئوا قواعد النحو بالدارجه، باش الدارجه تدخل ويتعلموا بها الناس. والكلام اللي تكون قبيحه او سيئه كانت في اللغه العربيه او في الانجليزيه او في الدارجه، هذاك على حسب الانسان، على حسب والتربيه ديالو والاخلاق ديالو. لا بد وف اي قاموس، حنا قالوا لنا في ذاك القاموس ديالكم قال كان بعض الكلمات سيئه وديال الزبل وديال اسيادي. حل القاموس الانجليزيه، حل قاموس اللغه العربيه الفصحى في اي بلد، حل قاموس اي اللغه الفرنسيه. تجبر كلمات تقول لك فيها فاميلي ولا فولغير ولا قبيحه وما، ولكن تنزلوها لانه الانسان خصو يعرفها. قاموس هو قاموس اللغه كيفما كانت في الشارع ولا في المنزل ولا في النخب الثقافيه. الهدر المدرسي له علاقه كبيره. انا تنفرزك بانه لا الطفل فهم كل شيء تينجح، ولا ما فهم شيء بعض الاشياء ما تينجحش. المشكل الكبير هو الاطفال ديالنا حنا ما تيتقنوا لا العربيه الفصحى لا الانجليزيه لا الفرنسيه، والهدر المدرسي ما تيبقاوش يحبوا هاد المدرسه هذه، تيمشيو لها تيكرهوها، اساتذه تيغوتوا عليهم وتيتكلموا عليهم شي تكلموا لهم شي لغه اللي ما تيفهموهاش، اللغه العربيه. بداو يتكلموا بالدارجه تيفهموها وتيبداو يحبوا المدرسه وتيمشيو لها. ما انتصرت عليه انا، ما انتصر عليا هو. انا تنحترمه وتنقدره ولكن ما متفقش معاه. ولكن في التالي في اخر البرنامج قلت له شوف انت طلعتي من الفوق انا هبطت، انت انا هبط طلع من الشعب المغربي وانت هبطت من النخب، وتلاقينا في الوسط. اللي تنتمنى انا هو يكون واحد الجسم، واحد لو بون جسم بين الدارجه واللغه العربيه الفصحى، ونتلاقاو في جميع، وتكون ما يبقاش هذا المشكل ديال الديكلوسيا، والانسان يتكلم لغه ويكتب لغه اخرى. في هذا المجلس 98 الناس فيه، كاين اللي جا من هذا الحزب، كاين اللي جا من هذا الحزب، كاين اللي جا من هذا السانديكا، كاين اللي جا من البرلمان، كاين اللي جا من الحكومه، كاين الناس اللي قدمهم صاحب الجلاله منهم انا بين 20. ولكن كاين كثره الناس، كل واحد تيغرم واحد يشرق، واحد سيد تيشوف المستقبل وتيشوف التربيه ديال الاطفال ديالو. كاين اللي عنده الاطفال ديالو في المدارس الحره ولا المدارس الاجنبيه، ولكن تيدافع عن المدرسه العموميه. واختي خليها هكا، حرام ما تيصيفطش ولادو هكا، ما نكذبوش على نفوسنا احنا. انا تندافع، انا بغيت الاطفال ديالي يكون نجحوا بحال داك احسن مدرسه كاينه. بغيت داك الكوليج الملكي اللي كاين، تعيطوا له كوليج غويال ملكي،
بغيت يكون المستوى ديالو هو المستوى ديال المدارس العموميه ان شاء الله. باش نقولوا نجحنا ونكونوا فخورين بهذه المدرسه والاساتذه ديالنا نعتزوا بهم ونكونوهم ويكون عندهم واحد الاجور اللي تمكن لهم باش يعيشوا واحد المعيشه اللي نحب واحترم. قلت لي شنو هما التجارب اللي ناجحه في العالم؟ انا اظن بانه التجربه ديال فنلندا من احسن التجارب كاينه في العالم. اطفال ما تيبقاوش 6 سوايع في المدرسه، تيبقاو فقط 4 سوايع. وشنو تيتعلموا؟ تيتعلموا الانفتاح على الثقافات، تيتعلموا واحد الشكل اللي فيه الابداع، مسرح السينما وكل شيء، وتيستمعوا للاخرين، وتيخذوا الطفل المغربي عندهم الاطفال المغاربه وباش يستقبلوهم ماشي باللغه ديالهم، يستقبلوهم بالدارجه لغه الام ديال هاد الاطفال، لانه ما تيعرفوش داك الفنلنديه. ملي تيتعلموهم الدارجه ديالهم وداك الشيء عاد تيحلوهم على الفنلنديه. والمغاربه نجحوا تما، والايطاليين والناس من افريقيا ومن كل الدول. اذا خصنا نخمو لا بغينا نشوفوا التجارب نمشيو لهاد البلدان بحال فنلندا ولا بحال كوريا الجنوبيه ولا بحال كاين دول اخرى اللي منفتحه، حتى في افريقيا، حتى في رواندا كاين دول بحال في رواندا تتنفتح وتتبين الناس يتعلمهم كيف يحافظوا على البيئه وكيف يغنيوا ويحبوا المشاريع ديالهم ويحبوا التاريخ ديالهم والثقافه ديالهم والهويه ديالهم. وهذا الشيء اللي بغينا احنا، وما نبقاوش نقولوا بان اللغه العربيه هي الهويه ديالنا. اللغه العربيه هي لغه فقط تعلمناها مش حال هذه وتنحترموها وتنقدروها، ولكن الهويه ديالنا الحقيقيه هي الدارجه، ما نكتبوش على انفسنا. والعربيه تجيبنا اشياء مهمه بزاف، لا في الشعر ولا في الثقافه ولا في القران الكريم، تنقراوه باللغه العربيه. ولكن اندونيسيا 250 مليون ديال الناس ما تيعرفوش اللغه العربيه، مسلمين، ماشي يدخلوا الجنه، تيصليو وكل شيء،